هكذا كان المشهد صباحا في جباليا شمال القطاع. دماء ودمار في استهداف جديد لمدرسة تابعة للأنوروا واللاجئين إليها نيام. أطفال بموتوا قاعدين واحنا نايمين. في المستشفى كانت الجثامين ملقاة على الأرض، فثلاجات الموتى لم تعد تتسع للمزيد من الشهداء. أما الدماء الغزيرة فكانت في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى. ضربونا من القذايف، من عمينا فيش ضو، الدنيا صارت سودة، نحسس على أولادنا ندور عليهم. مسكت ابني لقيته مالوش راس. يما يا أولادي تفرقوا يما، عبود ابني مش مبين، أسامة ابني استشهد، أسامة ابني استشهد، ابني مالوش راس يما، حسبي الله عليهم، الله ينتقم منهم. يا رب يا رب يا رب يا رب تنشل أولادنا، قد ما ماتوا قد ما حيوا في أكثر منهم إن شاء الله، واليوم يوم الدين وإحنا نحارب فيهم وإحنا منصورين عليهم بإذن الله. فأينما تولي وجهك فثمة صورة مروعة وصادمة تعبر عما حدث. إذا كانت أفوزر دوسر دو من بدرة سبع كتير عشان وقعت الخسف وكل شيء أحلى. نايمين يا ناس بيخبطونا، الله أكبر الله أكبر، إيش هو هذا؟ إحنا مقاومين قاعدين في المدرسة آمنين نايمين، إحنا أولادنا الله أكبر، إيش هو هذا اللي بصير؟ هذه دولة إسرائيل الديمقراطية؟ مصليين الصبح ونايمين، إيش بيكون معاهم؟ شو بيكون معاهم؟ قولوا لنا إيش بيكون معاهم؟ بكفي يا نتن، بكفي يا ابن اليهودية، بكفي، بكفي يا علان يا غنت، بكفي. لكنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مدرسة تابعة للأنوروا في هذه الحرب. كما تشاهدون أجواء من الخوف في وسط الأطفال وأجواء من التوتر والصدمة في تسود هذا المستشفى جراء العدد الكبير من الجرحى والإصابات الذين وصلوا بسبب استهداف مدرسة الأنوروا التي ليست بعيدة من هذا المستشفى، وبالتالي هنا يتوقعون أن يأتي المزيد طالما أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا. وائل الدحدوح، الجزيرة، مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة.